قذيفة القسام القوات الإسرائيلية عليها صورة الأشقر. الحكاية من البداية بتتكلم عن فيديو الكتائب القسام وقبل تنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة. طلع مقاتل قسامي واتكلم عن أن العملية برعاية واحد من قادة حماس هو الأشقر، وحط صورته على القذيفة اللي هيضرب بها القوات الإسرائيلية. واضح أنه تقليد قسامي، شفناه في كذا فيديو قبل كده. بعد كده بدأت العملية برصد دبابة ميركافا واستهدافها بقذيفة الياسين 105، والجزء الثاني من العملية كان رصد قوة إسرائيلية من 12 فرد داخل منزل واستهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد. نتفرج على فيديو عملية القسام. الضربة لعيون الأخ القائد أبو صهيب. عملية بيت لاهيا واشتباك القسام مع الفرق الإسرائيلية كان عليه مجموعة تعليقات كبيرة. خلينا نبدأ مع أول تعليق من حساب باسم أبو ياسين. أبو ياسين كتب وقال: عملية مخططة بشكل جيد ورصد دقيق للقوة الإسرائيلية في منزل بيت لاهيا. هو بيحاول يوصف بالضبط إيه اللي حصل في الفيديو. وليد كمان كان كتب وقال: هل فينا نعرف كم جندي قتل في استهداف القسام في بيت لاهيا؟ هو لسه ما تمش الإعلان، إنما في حساب باسم عمرو سعيد كتب وقال: مين اللي كاتب يلي ذكروا اسمه بالفيديو؟ هل كان معهم؟ يقصد طبعا القائد اللي مكتوب اسمه على القذيفة.